من مناسبة بأن تقدم الدعم واستعدادها لمساعدة العراق على إجراء التعداد السكاني، لكن الحكومات ما دارت أي أهمية إلا تعاقبت واحدة بعد الأخرى. ليش برأيك أزيد من هيك مساحة دعم وإسناد؟ يعني كما أشرت هي معرقلات سياسية، وإلا موضوعيا الأموال كانت متوفرة، سنوات مضت من الموازنات الانفجارية. لكن أنت اذكر لي أي سنة مضى على العراق كان بها استقرار سياسي أو مجتمعي منذ 2003 والحد الآن. يعني إذا نجي مشكلة الطائفية اللي كانت من 2006 بدأت لحد 2008 و2009، وراها يعني صح عشنا في السنتين 2010 اللي كان بها نية تصير، ظهرت مشاكل سياسية ومناطق متنازع عليها، كيف راح نحدد مصيرها، وصاير بها تغيير ديموغرافي، وقسم من عندها أصلا كانت خارج سلطة الدولة. يعني الكل يتذكر في مناطقنا خاصة في كركوك مثلا، كانت أوامر تصدر من بغداد ولكن لا تنفذ في كركوك. أنت شلون راح تجي تسوي إحصاء في كركوك والحكومة الاتحادية لا أمنيا ولا إداريا مسيطرة على كركوك؟ فهذه كانت أحد المعرقلات. ثم بعد ذلك المظاهرات التي طلعت في المناطق الغربية، وبعدها اجى صفحة داعش، وبعدها جينا 2018 انتخابات، شبهات اللي صارت على التزوير. يعني ما مضى سنة إلا بها مشاكل إما سياسية أو أمنية. أعتقد هذه كانت كفيلة بأن تؤدي إلى تأجيل هذه العملية. عملية التعداد السكاني أو الإحصاء يحتاج إلى قدر كبير من الاستقرار السياسي والمجتمعي لكي تفرز نتائج صحيحة. اللوم سيادة النائب كل ذبيناه على الأحداث، داعش، مشاكل، تظاهرات، ليش ما نقولك تخوف سياسي من بعض السياسيين بأن التعداد ما يخدمهم؟ وهذا شو وقت تحدده من ماكو مشكلة وهم تعرقلوا؟ ما رأينا ماكو مشاكل. ليش ما نقول يعني إحنا برأيك أكو تخوفات؟ يعني خلي نقول يقولك ماكو مشاكل، لكن يصنع المشاكل حتى تبقى هذه الوضعية كما هي عليه برأيك البعض وليس الجميع؟ مو برأيك، مليون بالمية. يعني هاي واضح. واني يعني قبل فترة قلت لهم احنا سنرى العجائب والغرائب كلما اقتربنا على موعد الانتخابات. يعني هذا مع الأسف هاي سياسة موجودة ولا يحاول حتى الشارع فهمها. الشارع لا، لذلك ما اتمنى انه يطلع واحد يقول هذا الكلام عاري عن الصحة. لما يقول كل ما تجي انتخابات تصير مشاكل، كل ما تجي انتخابات تبدي المشاكل وراها مشاكل. تصفى الأمور والأمر طبيعي، لكن تفتع المشاكل بين الحين والآخر برأيك حتى ما نكمل؟ أمثال التعداد، قانون انتخابات، تعديل الدستور وإلى آخره. المشاكل أستاذي العزيز، أكو ناس أفلست من هذا الموضوع تماما ووصلت أتوقع إلى نهاية المطاف في هذا الموضوع. الأمور انكشفت. ترى صبرنا 17 سنة أستاذ رائد، يعني حتى البشارة قام ما يتحمل، يعني تراكمات صارت فظيعة جدا. إحنا بلد من أغنى البلدان، ما نقدر نوفر راتب، ما نقدر نوفر عيشة كريمة للمواطن. هذا المشكلة. يعني هذا تأخير برواتب كذلك يدخل من ضمن هذا تأخير تعداد سكاني.